يعني صحيح بالطبع، يعني احنا كنا طبعا عم نشهد لفتره زمنيه طويله السوق اتعود على بيئه منخفضه لمعدلات الفائده، بيئه مرتفعه للسيوله في الاسواق الماليه، والان في ظل هذه الضبابيه الموجوده ومحاربه معدلات التضخم اللي هي صعبه شوي صغيره محاربتها، ونحن عارفين انه ما راح يقدروا برفع معدلات الفائده وتقليص الميزانيات العموميه بمواجهه معدلات التضخم بشكل مباشر، ولكن البنوك المركزيه هي ملزمه انه تتدخل بطبعا سياسات تجديديه كرمال تبين على أنه هي عم تدخل بمحاربة معدلة التضخم، لأنه الموضوع أصبح خارج عن السيطرة. ولكن هذا الموضوع مثل ما عم نشوف في بعض الاقتصادات مثل بريطانيا مثل أمريكا، ابتدينا الولايات المتحدة ابتدينا نتكلم على بعض ركود التضخم، احتمال بالركود الاقتصادي. فطبعا هذه الضبابية أتوقع أنه تكفي معنا بالمراحل القادمة إلى حين أنه تتوضح الصورة، أو أقله نبتدي نشهد بعد تحلحل سلاسل الإمدادات، المشاكل تخف بين روسيا وأوكرانيا، وطبعا نرجع نشوف ريفيرس لمعدلة التضخم، أو أقل لو نكون وصلنا إلى قمة. طيب. بالمدى الوسط للقريب. نعم، جوزيف البنك الياباني كان يعني على عكس بقية البنوك المركزية حول العالم عمد إلى تثبيت معدلات الفائدة، لكن مع مراقبة الين عن كثب. كيف ترى تحركات الين في ظل هذه الأوضاع؟ صحيح، يعني بالنسبه لليابان هلا اليابان ارقامها مختلفه تماما عن باقي الدول، يعني بنتكلم على معدلات تضخم 2.1% الان في اليابان، فما عندهم الاريحيه بعدم محاربه التضخم، هيدا اولا يعني قريب من البنش مارك ريت. ثانيا عم نتكلم على الواي سي سي اليلد كيرف كنترول، عم بيشتغلوها هن لمحافظه طبعا العوائد على السندات، وما يصير في عندهم انهيار بسوق السندات. هذا الموضوع كمان عم بيزيد من السيوله اللي موجوده من الين الياباني في الاسواق الماليه، وبالطبع عم نشهد يعني ضعف عملت الين الياباني. بس من دون شك انه اليابان كمان نرجع نذكر انه الدين تبعه هو دين داخلي ما هو دين خارجي، فضعف العمله نوعا ما مفيد لها، اكيد مش مفيد جدا من ناحيه طبعا البضائع اللي بتستوردها من الخارج بده يصير تكلفتها شوي اعلى عليها، ولكن بشكل عام الامور اللي ماشي فيها اليابان بعد عندها الاريحيه والاحتماليه انه هي تكفي بهذا المسار بالمراحل القادمه، وما بيصير في عندها نوع من البوليسي دايفرجنس او تاثيرها مباشر عليها. فالمزيد من الضعف للين الياباني متوقع على زوج الدولاريان منطقة 136، منطقة مغرية أنه الرقابة بالمراحل القادمة. نعم، المفاجأة جاءت من البنك السويسري الذي عمد إلى رفع معدلات الفائدة في إجراء لم يحدث منذ 15 عاما تقريبا. أيضا نود أن نتحدث عن الفرنك السويسري في ضوء هذه التحركات، خاصة أن هذه البادرة بعثت ببعض الشارات الإيجابية لليورو مع رفع بنك إنجلترا المركزي أيضا معدلات الفائدة. صحيح، يعني بنك السويسري من 15 سنه ما رفع الفائده، هو اصلا ما بحب، يعني مثل بنك السويدي تقريبا ما بحب رفع معدلات الفائده، ولكن بحبه البيئه الصفريه او خلينا نقول السلبيه لمعدلات الفائده. هلا اذا بنجي ننظر نحن الى العوامل اللي عندنا اياها الاقتصاديه في سويسرا، بنجي ننظر الى معدلات التضخم، نعم ارتفع الريت اذا بدك او البروجكشنز او التوقعات من 2.1 الى 2.8% خلال هذه السنه، وتوقعات لل 23 وال 24 الى 1.6 وال 1.9 على التوالي من 0.9. فتوقعات التضخم نعم ارتفعت، ولكن اذا مش بننظر نحن على الارقام كمان التوقع للنمو الاقتصادي في سويسرا عم نتكلم تقريبا بعده خلال سنه 2022 ب 2.5%، فما عندي تباطؤ نوعا ما. فاذا بنجي بننظر الى حركه البنك السويسري بنجي بنعرف نحن انه عنده تدخل اذا بدك من وراء وصول الدولار مقابل الفرنك الى الباريتي كمان، هذا الموضوع يعني بحاول انه البنك السويسري كمان يتدخل بانه يرجع يقوي عملته، لانه كانت ضعفت كثير بالفترات الاخيره، والبوليسي دايفرجنس اثرت عليها، سياسات تجديدية سريعة جدا من الولايات المتحدة مقارنة بالبنوك الأخرى، فملزم البنوك الأخرى والدول الأخرى أنه تلحق هذا الموضوع. البوليسي دايفرجنس بخسرها كثير من رؤوس الأموال، بيصير في عندنا كابيتال اكسبورتيشن، فطبعا هذا الموضوع بخفف الحركة الاقتصادية عندهم وكمان سيئة للاقتصاد بشكل عام. فمن الملزم يعني لازم أنه يلحقوا إذا بدك الفيدرالي بهذه الوتيرة السريعة، وكانت خطوة جريئة من البنك السويسري، وأتوقع أنه مثل ما شاهدنا كمان أنه رجعت قوية شوي صغيرة العملة، واليورو كذلك الأمر يعني عم بيرجع يتعافى نوعا ما، العلاقة إيجابية بين الفرنك السويسري واليورو، وكمان كنا شفنا طبعا الاجتماع المفاجئ من كريستين لاغارد كمان لحول برمجة أو إعادة الكاليبريشن تبع البرنامج البي إي بي بي تبع الباندميك تبع الجائحة، فطبعا هذا الموضوع كمان عم بخول السوق، وابتدى الإمبلايد ريتس يعطونا إشارة على أنه هنالك رفع 144 نقطة أساس في صحيح 2022. صحيح جوزيف، تبقى البنك المركزي الأوروبي، وأنت تعلم أن أوروبا غارقة حتى أذنيها في التضخم وتعاني من هذه الأزمة، وهناك ربما رفع متوقع في يوليو
25 نقطة أساس أيضا. إلى أي مدى أن ذلك سيكون ممكن ويتحقق؟ إذا بنرجع بالتاريخ لورا وبننظر إلى تحركات الأسواق المالية والإمبلايد ريتس، ومش بننظر إلى السياسات النقدية اللي بيتبعوها البنوك المركزية، بنلاحظ نحن على طول السوق بكون على حق. لما نيجي نشوف نحن أن السوق عم بسعر احتمال رفع 25 نقطة أساس وطبعا متتالية لعدة اجتماعات، وبإمكانه أن سبتمبر يكون 50 نقطة أساس، وفجأة نرجع نشوف الاحتمالية عم بتزيد طبعا ل 50 نقطة أساس، أو الإمبلايد ريتس عم بيعطونا 144 نقطة أساس خلال سنة 2022، رح أجي أنا أنظر إلى السوق وطبعا رح أمشي بهذا الاتجاه. يعني من المتوقع حتى انه بامكانه من وراء الاجتماع المفاجئ اللي شهدناه هلا على الكاليبريشن تبع هذا البرنامج وتقليص برامج شراء الاصول اللي موجوده كانت في اوروبا، بامكانه انه المركز الاوروبي يتبع سياسات اكثر تجديدا. صار عنده طبعا الامكانيه انه حتى يرتفع ب 50 نقطه اساس. البيانات الاقتصاديه سيئه جدا، مش جدا ولكن نوعا ما بلشت تتباطأ في معظم الدول، ان كان بالولايات المتحده او باوروبا، او طبعا اوروبا عليها الضغط الاكبر من جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن هذا التباطؤ بالاقتصاد العالمي موجود، ونحن عم نخرج من بيئه منخفضه مثل ما ذكرت لمعدلات الفائده، بيئه صفريه وحتى طبعا سيوله مرتفعه. فطبعا الخروج من هذه البيئه اللي كنا تعودنا عليها لفتره 10 سنوات عم راح تكون شوي صعبه للاسواق الماليه بشكل عام. ولكن بنرجع بنقول نحن انه هل يا ترى البنوك المركزية عم بتحارب معدلة التضخم، عم تقدر تأثر بمعدلة التضخم، ولا عم تقدر تاخد أو leading the economy لريسيشن أو لركود اقتصادي؟ بريسيشن نحن بنعرف أنه البطالة رح ترتفع، نحن بنعرف الحركة الاقتصادية بتخف، الضبابية بتزيد، ولكن بنفس الوقت كمان الطلب، لأنه spending أو الصرف بقل، أوكي، فالطلب كمان رح يخف ورح يأثر على الأسعار ورح تنعكس بانخفاض الأسعار. فهون كمان فدرالي ذكر باجتماع آخر اجتماع لقاله أنه هو مش عن قصد عم بياخد الاقتصاد إلى نحو الركود، ولكن إذا بدنا ننظر إلى المعطيات ووتيرة سريعة بسياسة تجديدية، من المحتمل كمان أنه يكون معنا مهرب بقى من دخولنا في ركود اقتصادي. بعض الإشارات عم بتدل على أنه الربع الأول خلال سنة 2024 رح نكون دخلنا في الركود الاقتصادي ريسيشن. ما في مهرب منا بشكل أو آخر. أنا أشكرك جوزيف داهرية، استراتيجي الأسواق في شركة تكمل. كفيت ووفيت كالعادة، شكرا جزيلا لك.